كانوا العمارة كلهم اختفوا. والمشكلة بقى اللي انا وعليكم السلام ورحمة الله. انت عايز بس المشكلة بقى ايه؟ لو سمحت. حاضر يا باشا. حاضر ثواني. طب اتفضل. المشكلة في ايه بقى؟ ان انا قاعد في الدور التاسع. انما الريحة نازلة. طب انا مش مهتم بالكلام ده بعد اذنك. واجي اقول لها يا ولية. انا مالي انا عايز الادوية. يا ولية البطتين اللي فوق السطح دول ما تشيليهم. طب اتفضل بعد اذنك. الريحة. طب اتفضل بعد اذنك. اقول لك على حاجه بس اقول لك جايبه البنتها الحلو كله ثلاجه وبوتاجاز وتكييف وكل حاجه طيب. وماسكه تقول لك ايه معناش ده كل ده من قوت جوزها بتحوش من هو. طب انا مالي انا بالكلام ده انا عايز الادويه دي وعايز امشي يعني. منين يا اخويا حاطه القفش على القفش من جوزها جوزها انت غلبان انت يا عم اللي حصل انت غلبان يا اخويا الولايه يا حبيبي هو ايه اللي ثانيه انا عايز امشي انا جاي اخد الادويه دي وماشي حاضر الله ثانيه طب بعد ما امشي اتكلموا براحتكم ماشي حاضر وبعدين اتفضل هات لي الحاجات دي بعد اذنك من مين وبعدين انت بيجيب لي الحاجه بقى بص اهو الولايه شغاله في العقارات من ورا بص يا عم عقارات ايه بس ما اتفضل جيب الحاجه دي تعالى يا باشا الورقه بس الاول هو انت مش دكتور ولا ايه ولا مش صيدلي ولا ايه من الشارع دي ولا ايه هي ديت مين اللي كاتبها لك يا حبيبي واحد صاحبي والله الادويه دي محتاجها بس اتفضل يلا ممكن انت جاي تهزر انت وصاحبك هزر ايه ما تجيب الحاجه حاضر يا عم الولايه دي حلقه دمي يا حماده ومش عارف اقف معاك حلقه دمي محروق بغل واقف بقى علشان انا شايل شوف الزبون انا واقف بغل يا عم حماده ايه بس هي ديت يا صاحبي ديت ايه؟ ده انا المفروض اقول لك يعني ديت ايه مكتوبه ايه؟ لا لا ديت انا عارفها هو ديت ايه وانت مش صيدلي؟ وتتفضل تجيب الحاجه عايز اغور في داهيه يا عم خدها اقول لك يا عم خدها اقول لك ايه بس كريم جابنا اشتغل هنا انا مالي انا مش عايز اضيع وقت انا اتفضل بعد اذنك صحيني من النوم يقول لي يلا انزل شغله انا مالي انا بالكلام ده ما تتفضل تجيب ما انا اول اسمعني يا عم يا عم مش عايز اسمع كريم منزلني من يا عم كريم ايه وبتاع ايه ما تتفضل تجيب الزفت ده بقول لك ايه ما تجيبش سيرته يا عم تشوفه ده مش عارف الادويه شغال فيها ازاي دي احنا في خرابه ولا في صيدليه ما تجيبش سيره كريم عشان مقفول منه وهاكله علقه اعوضه انا في الصيدليه بلاش افتح دماغي وبتاع ايه ما تتفضل تجيب الزفت عايز امشي بلاش مشاكل يا عم انا مالي بكريم انا يا صاحبي من هقول لك اهو انا مالي انا بكريم انا واحد نقاش قد الدنيا نزلني من شغلي وقال لي تعالى اقف مكاني في الصيدليه هو السبب انا مش عايز اقل ادبي عليك بقى ايه اللي ادبك عليا؟ بقول لك انا راجل صاحبي يا عم النقاش اللي موقفك في صيدليه يا عم مالك يا حبيبي صوتك عالي كده ليه؟ ما صوتي عالي عايز الادويه عايز امشي محروق واقف محروق دمي محروق هو الماتش كام والله العظيم اروح ليه الماتش كام كام 3-2 باين كنا نعرف الماتش كام كام والادويه اللي انا جايبها دي يا عم ثواني هات له يا عم انت البتاع ديت ولا الاكسترا يا عم ما تجننش عايز امشي يا عم اي حاجه امسك دول لفهم له يلا يا عم خد لفهم له هو ايه اللي لفهم له انت كمان ما تجيب لي عايز امشي ما تاخدهم يا عم وانا جاي اخدهم ببلاش من هدفع لك الفلوس انت عارف ضمت ايه انت مش فاهم انت تعليم مجاني ولا ايه انت عندك مشكله في ايه استنى انا اهو انت عندك مشكله في ايه عندي مشكله في ايه عايز الادويه دي عايز امشي انت بتتعالج من ايه هو ايه اللي هات لي دي ومش عايز استفسارات كتير هات لي الحاجات دي عشان طب ده بتاع صداع ده ايه بقى ده بتاع صداع يا عم اتفضل خش جيبهم لي يا عم عايز امشي يا عم انت هقول لك حاجه انت دماغك مرزعه المكنه عندك رزعت طب انا مش عايز اقل ادب عليك تاني بقول لك تاني مش عايز اقل ادب عليك ما هو ده بتاع صداع انت المكنه عندك رزعت يا عم رزقت ايه بس اللي انا عايز اغور في ده يا عم هات الورقه عشان مش عايز امسك فيه يا عم انا هاخد هات يا عم كده انا هغور في ده يا عم اقول لك على حاجه انا مش فاضي مش فايق له انا اللي خانيني كله مبراهيم مش عايز مشاكل يا عم مبراهيم بس هات يا عم الورقه انا اشوف صيدليه يا عم هات الورقه يا عم عارف ان لو مش واقف اكل اي شيء بس يا عم هو كنت عورتك دلوقتي طب ما تخليش طب اقسم بالله ممكن اقل منك وربنا وصاحب الصيدليه لما يجي وانت فين انت كمان يا عم انت ثانيه يا بابا انا بفكر ام ابراهيم قفلاني قفله وحشه قوي ده طايحه في خلق الله انتوا مجانين ولا ايه يا عم انت طايحه في خلق الله يا عم طايحه في خلق الله ايه يا عم انت مجنون ولا ايه عشان ام زينب خلفت عيل وكان نفسها في دقه تهديم يا اخي كل ده من مين كل ده جوزها جوزها اللي ساب لها السايب في السايب عايز يتجوز ساب لها السايب في السايب وفي الاخر الاشكال دي اللي تخش لي على الصوره اشكال ايه انت يالا انت مش شايف انت واقف في صيدليه مش عارف تجيب لي الادويه ده انا احبسك يالا
تحبسني؟ قول لهم صيدلي واقف وشايف الادويه اللي موجوده في الورقه. يلا خير اتكل على الله بقى امشي. طب بقول لك يا صاحبي استنى، بس انا اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه والله توحد الله مش عايزك تزعل، بس صل على النبي اقول لك حاجه. بس سلام. عملت مسحه؟ ايه علاقه المسحه بالزفت؟ مش انت في صيدليه؟ انت عملت مسحه؟ دي مسحه مجانا مننا يا عم. ما تحطش ايدك على وشي يا عم انت كمان، وبتعرفني منين يا عم انت؟ انت شكلك مرزع. طب يا عم ما تعمليش كده بس. انت مرزع. طب خش يا عم جوه، خش يا عم جوه. طب يلا امشي. امشي يعني ايه يلا؟ اتكل على الله يا عم، ما تكلمنيش كده بس. اتكل على الله، انتوا ربنا ناس مجانين اساسا يا عم. والنبي ما تعمليش كده بس، ما تعمليش كده وتكشر. هخاف انا كده يعني ولا ايه؟ انا مش عارف اعمل معاهم ايه. دول بهزر معاك والله. ده محترم يا خالد. خلاص خلاص يا خالد محترم والله. بص يا صاحب احنا بنهزر معاك. انا مش عارف اقول ايه. طب والله عم كل سنه وانت طيب. ما تزعلش والله العظيم، مش عايزك تزعل. اهم حاجه كل سنه وانت طيب تمام. انا شايف صيدلي وبتاع، مش عايز اقل ادبي وبتاع وفاهم. بص كده وراك كده، بص الكور هنا كده ماشي تمام. بص هنا كده يا صاحبي، ما تزعلش بجد، مش زعلان خالص. ما تزعلش، بنعتذر لك قوي جدا يعني. ما تمام وقعد يا عم ماشي. بص هتقولي بقى الدكتور يجيبها تمام. هو اللي حصل تمام. موافق بس اللي حصل ده الزعل. براحتك. كل سنه وانت طيب يا مصطفى. ايوه يلا. شوف بقى يا باشا اللي انت عايزه، والدكتور هيجي حالا اهو. Oh, 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 oh